الرحمة ثم الرحمة ثم الرحمة، هو ده اللي بننادي بيه. ربنا يا رب يجعل قلوبنا رحيمة على بعض في كل الأماكن، مش بس في الأطباء أو في مجال الطب، ولكن في كل الأماكن. حتى لو دخل تشتري حاجة من السوبر ماركت، مش لازم تبقى مكشر، مش لازم تعامل الراجل اللي أنت بتشتري منه بشكل وحش. العكس، يعني في أماكن كتير دايما بدلوا أماكنكم وارحموا الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمكم. اكيد مجموعه من الاخلاق اللي كانت موجوده عندنا، هي بس نظرا للازدحام الشديد اللي بقينا بنمر بيه، نظرا لصعوبه لقمه العيش النهارده، الناس بقت النرف بتاعها عالي جدا، الناس بقت منفعله قوي، الناس بقت اجريسيف كده وهجوميه، ومحدش طايق حد ومحدش عايز يستحمل حد. يعني ده بنشوفه في المرور وفي التعاملات اليوميه وفي الشغل وفي بس يعني ايا كان يا محمد المبررات، لا ما نحاولش ابدا نيجي على بعض. مهما كانت الضغوط، بس نحاول نحافظ على فطرتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها. خلينا نشوف حاله الجو ايه. دكتور احمد عبد العال، رئيس هيئه الارصاد الجويه. دكتور احمد اهلا بيك وصباح الخير. دكتور احمد اهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. صباح النور يا فندم. دكتور احمد، احنا حسينا انه خلاص الشتاء خلص بسرعه، هل فعلا انتهى الموسم الشتوي وداخلين فعلا في بدايه الربيع بقى سريعا كده ومبكرا، ولا لسه هيكون ان شاء الله في موجه برد قادمه في الايام اللي جايه ان شاء الله؟ في انخفاض في درجات الحراره، هيبدا من غدا في غرب البلاد على السواحل الشماليه الغربيه، وهيمتد يوم الخميس الى باقي انحاء الجمهوريه. حيث لو قلنا غدا ان شاء الله الحراره العظمى على الواجه البحر والقارة توصل 34، يوم الخميس هتوصل في الواجه البحر والقارة ل 22، يعني حوالي 12 درجه. وده يؤكد ان في ان احنا ما زلنا فصل الشتاء، ويؤكد ان احنا بنقول نرجو عدم تخفيف ملابس حتى ينتهي فصل الشتاء. جميل جدا. دكتور احمد عبد العال، خليني برضو اسال حضرتك يعني على متوسط درجات الحراره اللي النهارده يعني على انحاء الجمهوريه، وهل في رياح يعني هتكون شديده في بعض الاماكن؟ يعني لان الموضوع الرياح والامطار حضرتك عارف انه بيهم القطاع الزراعي بشكل كبير جدا. بالنسبه لي اليوم النهارده ان شاء الله السواحل الشماليه بتتراوح ما بين 28 29 للعظمى، الوجه البحري والقاهره هيتراوح ما بين 32 و33 للعظمى، الجنوب هيتراوح ما بين 36 و35 للعظمى. وبالنسبه للرياح فهي خفيفه الى معتدله، ولكنها تنشط على البحر المتوسط، وده بيؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه هناك. طيب يعني كده احنا عايزين ننوه برضو الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، اللي عندهم زراعات داخل الصوب بتحتاج درجه حراره 35، ده معناها بره 27، النهارده هيفتحوا الصوب بتاعتهم. دكتور احمد عبد العال، خليني اسال حضرتك برضو عن حاله البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط. البحر الاحمر، حاله البحر الاحمر معتدله وقابله لاعمال الملاحه البحريه، اما البحر الابيض فهو مضطرب. أكيد. جميل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا ليك. ما لحقناش قوي نستمتع بفصل الشتاء الجميل. الشتاء كان صحيح قارس جدا والبرودة كانت عالية، ولكن فترة قليلة احنا حاسين شوية بارتفاع درجات الحرارة، ولكن نتمنى أننا نستمتع شوية بالأجواء الشتوية الجميلة اللي بتوحشنا من سنة للسنة يا رب ان شاء الله. وخلينا نبتدي اخبارنا بقى النهارده. اول خبر بيتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمه تاريخيه امام البرلمان الياباني. خلينا نشوف مع بعض تفاصيل الخبر بتقول ايه. في لفتة تعكس مكانة مصر المتنامية لدى اليابان، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام البرلمان الياباني الدايت، أكد فيها أن شعب مصر في سبيل تحقيق أحلامه وبناء مستقبله يمد يده للتعاون مع شعوب العالم، وأيضا يمد يده بالتعاون والمحبة للشعوب الصديقة الجادة التي تدرك حقا معنى وقيمة الأوطان، لتساهم معه في مواصلة مسيرته التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويعد الرئيس السيسي هو سادس رئيس يلقي كلمة أمام البرلمان الياباني في تاريخه، وهو أول رئيس عربي وثاني رئيس إفريقي يتحدث أمام البرلمان بعد مانديلا. الخبر اللي جاي مشاهدينا، مليارات متر مياه معالجة لإنشاء الغابات الخشبية. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن الخبر. نظم مكتب جامعة ميونخ بالتعاون مع المركز العلمي الألماني والشركة الدولية لتمويل الغابات الخشبية وورشة عمل فرص وأفاق التشجير في مصر ودوره في مشروع المليون ونصف مليون فدان، بهدف تكوين لجنة من الجهات العلمية الحكومية والخاصة والأهلية
لدعم إنشاء الغابات والزراعات المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد المائية، وده طبعا بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تبلغ كميتها أكثر من 7 مليار متر مكعب سنويا. يأتي ذلك في إطار نتائج المشروع البحثي المشترك ما بين جامعتي ميونخ وعين شمس ووزارة الزراعة، حيث تم إنشاء ثلاث غابات وزراعتها بأفضل الأشجار الخشبية المناسبة للأجواء المصرية في سربيوم بالإسماعيلية، الغردقة والأقصر. وشارك في الورشة طبعا الدكتور عصام فايد وزير الزراعة. آخر خبر معنا أعزائنا المشاهدين النهاردة، لجنة وزارية للنهوض بقطاع السياحة. خلونا نشوف تفاصيل الخبر. أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية للسياحة يعكس مدى اهتمام الحكومة للنهوض بالقطاع، مشيرا إلى أن السياحة صناعة وثيقة الصلة بأنشطة وصناعات أخرى، بما يعكس مدى أهمية اللجنة في إنعاش القطاع وخروجه من كبوته الحالية. طبعا ده مشاهدينا كان آخر خبر معانا في نشرتنا الإخبارية. حالا هنروح لجولة سريعة في عالم المال والاقتصاد والنشرة الاقتصادية. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين في إطلالة سريعة على أسواق المال والاقتصاد، وأول خبر اقتصادي النهاردة بيتكلم عن دعم ياباني لمصر بمشروعات تجارية قيمتها 18 مليار دولار. تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي باستمرار دعم بلاده للعملية الديمقراطية في مصر، معلنا تقديم طوكيو دعما اقتصاديا للمشروعات التجارية في مصر بالتعاون مع الشركات اليابانية. وقال أبي أن اليابان ستقيم مشروعات بقيمة 2 تريليون ين، حوالي 18 مليار دولار، بالتعاون مع الجانب المصري والشركات اليابانية. وأشار إلى أن طوكيو والقاهرة سيقومان أيضا بإطلاق شركة تعليمية تستقبل اليابان بموجبها نحو 2500 طالب مصري خلال السنوات الخمسة المقبلة. الخبر اللي جاي، مبيعات الأجانب بتقلص مكاسب البورصة. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن الخبر. شهدت تعاملات البورصة أمس عند الإغلاق تقلصا لمكاسبها الصباحية التي حققتها وبلغت قرابة 3 مليار جنيه، ثم عادت المؤشرات تتراجع بسبب مبيعات المؤسسات الأجنبية مقابل موجة شرائية متواضعة من المصريين والعرب، ولم تفلح في تخفيف هذا التراجع، ولكنها رغم ذلك أدت إلى صعود طفيف في جميع المؤشرات. وفي شكل جديد من أشكال التعاون بيننا وبين الشعب الإماراتي الشقيق، 40 مليار جنيه استثمارات إماراتية جديدة. أطلقت إحدى كبرى المؤسسات الإماراتية في مجال العقارات استثمار جديد بقيمة 40 مليار جنيه لإقامة مشروع متكامل يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مساحة 12212 فدان بين طريق السويس والإسماعيلية الصحراوي لإنشاء 30 ألف وحدة سكنية خلال 10 سنوات. وقال وليد الهندي المدير التنفيذي للمشروع أن مصر سوق واعد للاستثمار وتوفر مناخا جاذبا للمشروعات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين. مشاهدينا، وحالا هنشوف أسعار العملات إيه. شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا نسبيا في الأسعار مقابل الجنيه المصري، وفيما يلي مشاهدينا بيان بأسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري. دولار أمريكي بيع 7.83 وشراء 7.78، يورو بيع 8.52 وشراء 8.45، جنيه استرليني بيع 10.92 وشراء 10.82، أما دينار كويتي بيع 26.6 وشراء 25.73، ريال سعودي بيع 2.8 وشراء 2.7، وأخيرا درهم إماراتي بيع 2.13 وشراء 2.11. أعزائي المشاهدين، من أسعار العملات خلينا نشوف مع بعض إطلالة سريعة على أسعار الذهب اللي شهد استقرار في جميع عياراته في الأسواق المصرية. ذهب عيار 24 حقق 313 جنيه و85 قرش. عيار 21 حقق 274 جنيه و62 قرش. وأخيرا عيار 18 235 و39 قرش.
وحالا مشاهدينا هنشوف اخبار الخضار والفاكهه ايه طبقا طبعا لاسعار سوق العبور. حالا هنبتدي بالخضار. طماطم جمله جنيه ونص والتجزئه 3 جنيه. بطاطس جمله جنيه ونص والتجزئه 3 جنيه. بصل جمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. كوسه جمله 2 جنيه والتجزئه 3 جنيه. فاصوليا جمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. باذنجان بلدي جمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. باذنجان رومي جمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. خيار بلدي جمله جنيه والتجزئه 3 جنيه. ملوخيه جمله جنيه ونص والتجزئه 3 جنيه. اما التوم فالجمله 3 جنيه والتجزئه 12 جنيه. أعزائنا المشاهدين خلينا كمان نعمل إطلالة سريعة كده على أسواق الفاكهة وطبقا لأسعار سوق العبور ونبتدي معاكم بالبرتقال البلدي. سعر الجملة 2 جنيه وسعر التجزئة 4 جنيه. الموز سعر الجملة 5 جنيه وسعر التجزئة 8 جنيه. وأخيرا التفاح سعر الجملة 4 جنيه وسعر التجزئة 8 جنيه. أعزائنا المشاهدين كده وصلنا معاكم لنهاية نشرتنا الاقتصادية، إن شاء الله هنطلع فاصل ونرجع نتكلم في ثلاث موضوعات مهمة جدا، أول موضوع طبعا خصصناه للقطاع الزراعي وهنتكلم بإذن الله عن الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات، كمان هنتكلم عن العلاقات الأسرية ودورها في المجتمع، وكمان بإذن الله هنتكلم عن خط الدفاع الأول لصحة المصريين في كل شيء حيواني مستورد وهو دور الحجر البيطري في الحفاظ على الصحة العامة. لقاءات إن شاء الله هتكون ممتعة ومشوقة، كونوا معنا ولكن بعد الفاصل تابعونا.